بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وباسمه نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. عشاق الأصالة والتراث، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة، يا من تشاهدون وتشهدون على هذه الانطلاقات، متابعي قناة الريان الفضائية، نحييكم في انطلاقة رئيسية قوية مع الشوط الأول، الشوط المتميز، الشوط الرئيسي الخاص بالجذاع البكار. بسم الله ابتدأنا، ومنه نطلب التوفيق والسداد. أسماء حضرت وأسماء جهزت لمثل هذه الملتقيات. الشوط الأول الرئيسي إذن ينطلق على بركة الله، ونحن ننطلق أيضا في طريقنا للتعرف على المتقدمين والمتسيدين للوضع. هنا في المقدمة وفي المركز الأول الغربية، الغربية تحتل المركز الأول للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تتقدم تقدم ممتاز وتحتل المركز الأول. من نجدها مع الغربية في ثاني المراكز؟ غنايم تحتل المركز الثاني للسيد راشد بن هديبان المري، ضيفة عزيزة قادمة من دولة الكويت الشقيقة، نرحب بها أجمل ترحيب كما نرحب بجميع ضيوفنا الكرام. الانتقال على المركز الثالث، يا سلام، أيضا هنا شعار نجم المواسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يقدم لنا، يقدم وفاء في المركز الثالث. بينما النقلة على المركز الرابع لأجد من تتحرك هنا فزعة بشعار سعادة حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، من يقدم لنا فزعة في المركز الرابع بقيادة المضمر ياسر بن غدير الوهيبي. أشاهد المركز الخامس وأنطلق هنا مع شعار غانم بن منصور آل سيف الخيارين واسمها تصميم، تصميم إذا تحتل المركز الخامس للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في الشوط المميز، في الشوط الحساس. هناك المقدمة وهناك السيطرة، ما زالت مع الغربية. الغربية إذا تحتل المركز الأول، وبالتالي هي من تتحكم بسير المنافسات، وهي من تتحكم بإيقاع هذا الحدث. إذا الغربية في الصدارة تحتل المركز الأول للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يضمرها محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، واحد من المضمرين المبدعين الممتازين. النقلة على المركز الثاني، هنا غنايم للسيد راشد بن هديبان المري، هي من تحتل المركز الثاني، والعزايم مع غنايم. المركز الثالث، أشاهد هنا وفاء لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري تحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع فزعة لسعادة حامد بن علي بن مايقة الحبابي، ولكن أرى التغيير والدخول على المركز الرابع من قبل جمايل للسيد زيد بن مرزوق بن عقاب الصلعان الشمري، هو من يقدم لنا جمايل. يا سلام يا جمايل، اتحركت جمايل. بينما المركز الخامس تصميم، والتصميم واضح من تصميم، ها هي تصميم الآن تخترق الصفوف وتتقدم تقدم ممتاز وتقدم رائع للسيد غانم بن منصور السيف الخيارين، واحد من كبار وعمالقة الملاك، يقدم لنا تصميم في المركز الرابع. وعود الله الله الله، كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية، وشعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتقدم هذا التقدم الممتاز مع الغربية التي تحتل المركز الأول. إذن هذه الغربية تحتل مقدمة هذا الشوط، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، المركز الثاني غنايم، والغنايم مع العزايم يا بن هديبان، وعزايمها قوية. بينما المركز الثالث، يا سلام، وجود تواجدت في هذه اللحظات، أول مرة أشوفها وأول مرة هدي عليها في المقدمة. هذه وجود الآن تتسلل لتتواجد في المركز الثاني وتريد الوجود والتواجد على المقدمة. إذا وجود للسيد سليم بن سالم الغيلاني، ضيفة قادمة من سلطنة عمان الشقيقة. المركز الرابع أيضا وصلت الرياضية للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمرها عتيق بن حمد بن قريع. الكيل
الليل الأخير. الله 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 الله, الغربية ووجود وجود 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 تغير وجود الآن وتنطلق إلى المقدمة للسيد سليم سالم الغيلاني. المركز الثاني الغربية, والرياضية وصلت الرياضية, الرياضية تحتل المركز الثالث بشعار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين, عتيق بن قريح في التضمير, ولكن المقدمة والشوط الرئيسي مع سليم سالم الغيلاني حتى هذه اللحظات. وهذه وجود, وجود إذن في المقدمة, وجود على المركز الأول. المركز الثاني الغربية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري, والمركز الثالث الرياضية, ولكن هذه وجود, هذه وجود. وسليم بن سالم الغيلاني مع وجود, سيناريو يوم الأمس هنا يتكرر, تقدم لنا في يوم الأمس في سن اللقاية اسم ممتاز وعوايد هي كانت في يوم الأمس نجمة مضية, واليوم وجود العصا في البطان, العصا في البطان, وتتقدم نحو الناموس, تتقدم نحو الانتصار. سلام سلام عليكم أبناء السلطنة, محملا على ظهر وجود هذا السلام وهذه التحيات الصادقة نبعثها للأشقاء. تهانينا لك يا سليم يا بن سالم يا الغيلاني على فوز وجود وانتزاعها للمركز الأول. المركز الثاني الغربية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري, المركز الثالث الرياضية المبارك بن محمد بن زايد الخيارين, المركز الرابع جمايل للسيد زيد بن مرزوق بن عقاب الصلعان الشمري, والمركز الخامس تصميم لغانم بن منصور آل سيف الخيارين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام, هكذا استطاعت وجود أن تتواجد على مرتبة الشرف, تتواجد على مرتبة الإبداع والتميز. توقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية جزئيا من الثانية. تهانينا والناموس للسيد سليم بن سالم الغيلاني. أما المركز الثاني فكان من نصيب الغربية للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. تهانينا والناموس. توقيت 6 دقائق 14 ثانية 5 أجزاء من الثانية, بينما المركز الثالث الرياضية وتوقيت 6 دقائق 15 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين, والتهنية للمضمر عتيق بن حمد بن قريع المري. مشاهدينا الكرام أينما كنتم